مش ضروري أعرف عديد الجيش اللبناني ولا عديد قوى الأمن الداخلي، مش ضروري لحتى أقول إنه إذا ضل الطقس هيك رح تشت الدنيا ضفادع. والله لو كان عنا مليون واحد بالجيش ومليون تاني بقوى الأمن مش رح نقدر نعمل أمن. ليش؟ لأنه الأمن قضية سياسية أولاً، وقضية استقرار اجتماعي ثانياً، وثالثاً قضية إقليمية. بدل ما يكون الجيش على الحدود مع إسرائيل صار على الحدود مع سوريا، صار بطرابلس وبعكار وبالهرمل، وقوى الأمن الداخلي يا دوب عم بتلحق على سرقات ومخالفات وعلى حماية الشخصيات ورجال الدين، وطلقت موتوسيكلات وتواكب مظاهرات العنف الأسري وماراتونات الركض على المنارة. ليش عم يصير معنا هيك؟ وليش عم بصير عنا هيك؟ هل نحن منستاهل كل هالمصايب؟ بيعز علي يقول اللي من إيده الله يزيده. هذا رأيي، فكر فيها.